اهلا بحضراتكم من جديد. طالما هنبتدي نتكلم على العالمي او الترند العالمي، لازم نبتدي باللي مشرفنا، اللي رفع راسنا، احسن لعيب في العالم بدون مبالغه، محمد صلاح. ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. حاجه احنا ما كناش نتخيل في يوم من الايام يبقى عندنا لعيب بالكواليتي ده وبالعقليه دي، لان العقليه اهم شيء بصراحه، فرقت مع صلاح جدا جدا جدا. امبارح بيواصل تالقه بهدف اعجازي وممتع على غرار هدفه في مانشستر سيتي. امبارح جاب جون في واتفورد، هو متخصص ماتشات واتفورد، يعني جايب جون ممتاز بمهارات ايه، بهدوء ايه، بمتعه ايه بصراحه. يعني نفس سيناريو مباراه مانشستر سيتي اتكرر امبارح في ماتش واتفورد امبارح، سواء بقى من حيث الاسيست، الجون الاول في ماتش مانشستر سيتي عمل اسيست ممتاز لساديو ماني، جاب الهدف الاول. الجون الاول في مباراه امبارح امام واتفورد عمل اسيست ولا اروع، مفيش كده، بوش رجله الخارجي حطها قدام ماني، قال له حط يا ابني الجون، حط الكره جون. وبيتكرر كمان ايه الهدف اللي جابه في مانشستر سيتي، حطه بيمينه، المره دي حط الكره بشماله بعد يعني فقره من المهارات المميزه جدا عند محمد صلاح اللي عملها جوه منطقه الجزاء يعني بشكل ممتاز. حتى الراجل يعني انا كل الناس اتفرجت توقعت ان صلاح هيشوط بيمينه زي ما حصل في ماتش مانشستر سيتي، بعد ما عدى ومر وبتاع فشاط بيمينه وحطها جول بعد ما رقص لابورت مدافع مانشستر سيتي. امبارح بقى المدافع قال لك ايه، اكيد هيشوطها بيمينه، قال له لا روح انت وانا هشوطها بشمالي. راح المدافع وشاطها بشماله بجون ممتع بصراحه، عشان يوصل لهدفه السابع في بطوله الدوري من خلال 8 مباريات في هذه البطوله. الفريق الوحيد اللي ما جابش فيه هدف في هذا الموسم هو بيرنلي في الجوله الثانيه، وتعادل معاه كمان في عدد الاهداف امبارح فاردي لما جاب هدف في مباراه مانشستر يونايتد، كانت مباراه ايضا مثيره جدا. فصلاح بصراحه بيمتعنا وبيعيشنا فترات قد لا تتكرر، ان احنا نبقى قاعدين كده بنتمتع بلاعب مصري عندنا. نتمنى ان هي تتكرر طبعا، عندنا لاعب بروميسنج زي عمر مرموش ان شاء الله نتمنى ان هو يوصل الليفل ده. لكن هنا الجزئيه المهمه قوي بقى، يعني ممكن البعض يختلف على بعض الجوانب الخاصه مثلا بمحمد صلاح، حلو وحش، الحته دي ناقصه، الحته دي مش ناقصه، مع ان هو دلوقتي وصل هو احسن لاعب في العالم، مش محتاج حد ينتقده خلاص يعني. لكن الناس اللي مالهاش في الكوره اللي بتتكلم على محمد صلاح مالهمش في الكوره فعلا. اللي بيتكلموا على محمد صلاح لو متفرجوا على ماتشات منتخب مصر بس عشان مصر بتلعب وده طبيعي، لكن ما بيتابعوش ماتشات لصلاح في انجلترا او اي حاجه، يقول لك اصل صلاح ما بيلعبش مع مصر بنفس الروح اللي بيلعب بيها مع ليفربول، او مش بنفس المستوى اللي بيلعب بيه مع ليفربول. لا، في فرق كبير جدا، في فرق كبير جدا. محمد صلاح فكره سابق اللعيبه عندنا في مصر، الفكر لوحده سابق بسبب الريتم، بسبب المكان اللي بيلعب فيه. هو بيلعب في دوري انجليزي اعلى ريتم في العالم، اعظم دوري في العالم، اصعب دوري في العالم، الاداء سريع، الماتش سريع، كل حاجه سريعه، فبالتالي هنا التفكير بيبقى سريع قوي، بيبقى سريع جدا. تيجي هنا بقى مع الفرقه او منتخب مصر، بعض اللاعبين اللي عندنا في الدوري المصري تفكيرهم بيبقى بطيء. هديك ابرز دليل، ماتش ليبيا الاولاني، في كوره لو تفتكروا واثق ان حضراتكم فاكرينها، صلاح على الخط بيلعبها عشان يجري عليها مثلا عبد الله السعيد يجيبها، فصلاح لعبها ما لقاش حد راح، فعبد الله بص له يعني انا لسه بفكر، مش قصدي على عبد الله يعني مش عبد الله بس، كل اللعيبه اللي بيلعبوا مثلا في الدوري المصري الريتم اقل بكتير من انجلترا، فهو عبد الله كان لسه بيفكر هيعمل ايه. لا، صلاح فكره سابق، بيلعب بسرعه بشكل سريع، عشان كده ما شفناش صلاح بنفس الجوده اللي بيلعب بيها مع ليفربول. فاللي بينتقدوا صلاح من غير ما يتفرجوا عليه او من غير ما يفهموا في الكوره تحديدا، لا يبعدوا يا ريت، لان لما يكون عندنا لعيب زي ده لازم نديله حقه ولازم نفتخر بيه ولازم ندعمه جامد جدا عشان كمان ياخد جايزه افضل لاعب في العالم، لان هو فعلا يستحقها بتصريحات كل يعني اساطير الكره في العالم يعني. فكل التحيه لمحمد صلاح، ورب دايما موفق ويبعد عنه الاصابات ويفرحنا اكتر واكتر يا رب، ويكون موفق كمان في حظ الالقاب ايا كانت انتماءات البعض ايه في انجلترا يعني من المصريين، لكن لعيب كبير ان شاء الله باذن الله الالقاب كمان تزوده بشكل اكبر.